الواجب انه بلعب ما لعب الشوط الثاني هناك، احنا رحنا 3 مرات انفرادات على فرقه حوريه، اذا كان عندنا انياب هجوميه وعندنا انطلاقات، وكان لو هنلعب بكره في ملعب السلام اعتقد ان احنا هيبقى عندنا الاطراف هتشتغل باذن الله بقوه، فلازم يبقى في اكتر من لاعب اوريدي موجود جوه منطقه الجزاء يترجم العرضيات اللي هو شفناها النهارده من فريق الوداد مع فاكس طيف بهذا الشكل وبهذا التواجد، والتوفيق كله من عند ربنا. انما هم واضح جدا ان هم ناس بيحبوا يلعبوا كوره على الارض للفيرود اللي بيعمل العمق فيهم، وبيساعد الناس اللي هي جايه من الخلف انه اذا كان يسدد او اذا كان يقدر عنده الكياس ان هو يقدر يعمل الوان تو، عايز يروح على الجول، وعنده الروح وعنده الشكل اللي هو الثقه بتاعته ان هو عايز يطلع دايما من ناحيه الشمال الهجوم بتاعنا. فاحنا قريناها خلاص الماتش اللي فات ان الناحيه الشمال هي اقوى عند حوريه من كل الوجوه، ان هم بيعتمدوا حتى على اسلوب اللعيبه اللي موجوده في المنطقه دي، يعني هم اللي عندهم الكره العاليه، هم اللي عندهم. فاعتقد ان ده شيء اكيد محمد يوسف وجارديرون شافوه وهيقدروا يترجموا قوه الجبهه اليمين بتاعتنا ازاي تحافظ على ان الناس دي ما تعملناش اي مفاجات او زيارات ملهاش اي لازمه. احنا بالنسبه لنا بقى انا ما زلت نفس الكلام اللي قلته، انا كنت بتمنى ان هم يلعبوا هناك ب4، وكنت بتكلم على ايمن اشرف انه يلعب باك ليفت وقدامه معلول، وقلت ان حسام عاشور هيلعب هو الهاف ديفندر مع حلقه الوصل مع نص الملعب اللي هي بتوفر للاثنين فراوده بتاعتنا في العمق الهجومي، ان احنا ازاي يبقى عندنا سوبر رانر، يعني عندنا من الاطراف اثنين جامدين جدا ايمن اشرف ومعلول يقدروا يعملوا حاله تبادليه جميله جدا ويقدروا يعملوا لي شكل هجومي. الحالات اللي احنا بنتكلم عليها دي انا طول ما انا اطرافي شغاله جامد وعندي كام نص الملعب، انا ما اعرفش هو هيلعب باللي انا بقول عليه ده معلول برضو هاف رايت وايمن اشرف مثلا باك ليفت، ولا هيضطر بقى مؤمن زكريا وحمودي واسلام محارب في النص وتحتيهم اثنين هشام محمد برضو وحسام عاشور، هل هو هيلعب بازارو لوحده قدام، هل هو هيفضل برضو بنفس الشكل ده ويعمل الحاله التعويضيه في الشوط الثاني زي ما عمل هناك؟ على اي مستوى او اي حاجه احنا عرفنا مناطق القوه بالنسبه لفرقه حوريه دي ان هي ناحيه الشمال هي الخطوره كلها اللي بتتحان. احنا بالنسبه لنا احنا بقى بعد النتائج اللي شفناها كده واللعيبه شافت النهارده الشكل ده، اعتقد انها جات لهم ثقه كبيره جدا انهم يتشبثوا بقى بالبطوله وينزلوا بروح غير عاديه. بكره الضغط على الفرقه دي والالتحامات في كل كره مشتركه بتاعتنا باذن الله والتوغل في منطقه الجزاء والزياده العدديه والتفكير في كل فنون اللعبه اللي هو شوط عرضيات القتال على ان احنا ناخد كل كوره، هو ده اللي هيعديك باذن الله بكل سهوله في ال 30 دقيقه الاولى كمان، مش لغايه ما نوصل ل 90 دقيقه. طيب المشكله اللي في موجوده في الدفاع اللي حضراتكم طبعا عارفينها كابتن شريف وكابتن